أحد العلماء ينقل يقول أنا كنت في سفرة كأنه كان يسافر لزيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أنقل القصة بالمضمون. يقول وصلت إلى منطقة كرمانشاه، في تلك الأزمنة جاء اللصوص واستولوا على كل أموال القافلة، استولوا هذه الأموال، وكلما نصحناهم تكلمنا معهم لم يجد معهم الكلام. يقول بعدين أذن المؤذن، صار وقت الأذان، رأيت واحد منهم اللي تبدو عليه ملامح السيطرة على هذه الجماعة كأنه قائدهم رئيسهم، ذهب توضأ وأخذ يصلي. يقول أنا تعجبت هواية أنه شنو هذا الفعل وشنو هذا الموقف، السارق يصلي. يقول انتظرت إلى أن أكمل صلاته، فرحت يمه قلت له أنه أنت رئيس هذه العصابة؟ قال نعم. قلت أنت الذي لا تراعي لله حرمة ولا تحترم حقوق الناس وأموال الناس، شنو معنى هذه الصلاة وماذا تنفعك هذه الصلاة؟ يقول قال لي صحيح أنني مذنب وأنني عاصي، ولكن يجب على الفرد أن يبقي خيطا مع الله، هذا الخيط ينبغي أن لا يقطع، لأنه في يوم من الأيام من الممكن أن هذا الخيط يؤثر في هذا الإنسان. يقول قال هذه الكلمة ولم يرد علينا شيئا. احنا ذهبنا للزيارة. يقول بعد مدة في إحدى الأعتاب المقدسة، ما أعلم كم كانت المدة، سنة سنتين أكثر أقل، شفت واحد رجل ملتحي ظاهر الصلاح، إجا سلم علي قبل يدي قال سيدنا أو شيخنا تعرفني؟ قلت لا. قال لي أنا ذلك اللص الذي سطوت على القافلة في كرمانشاه، تتذكر تلك الكلمة؟ قلت لك أنه واحد يجب أن يبقي خيطا مع الله، ذلك الخيط جرني إلى هنا، وأنا الآن تبت إلى الله توبة نصوحة وتخلصت من كل التبعات ورديت كل الأموال على من أعرف، ومن لا أعرف تصدقت بأمواله بالنيابة عنه وتبت إلى الله توبة نصوحة. هذه الكلمات، هذه الأذكار، هذه الأعمال، في الرواية عن الإمام الصادق إننا نرى رجلا يصلي ولكنه عند بعض الطلعات بعض الأعمال، فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه إن صلاته تنهاه يوما، في يوم من الأيام هاي الصلاة تأثر فيه.